من مدينة الإمام الحسن عليه السلام من محافظة بابل، والمتسابق مصطفى أحمد. مصطفى أحمد حسن كاظم الشمري من محافظة بابل مدينة الحلة، العمر 20 سنة. الإمام صاحب الزمان اعتبر الملهم أو وياي حاضر بكل موقف بكل مجلس. المسابقة بالبداية هي مسابقة جميلة، وجيها بالحسين واللجنة كفاء وأهل منبر أهل اختصاص ومخدام مخلصين كلنا نعرفهم. طبعا المنافسة هي الوجود بين هكذا أصوات وبحد ذات إنجاز، وخدمة الحسين ما بيها خسران. المنافسة هي فوز وفوز، لأن هي خدمة الحسين بحد ذاتها طبعا فوز. خدام الحسين المخلصين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور الكريم ورحمة الله وبركاته. لنا كل الشرف بالوقوف أمام هكذا خدام مخلصين لسيد الشهداء ونتعلم منكم. الله يحفظكم ويسعد خطاكم. الله يوفقك يا حبيبي. الله يسلمك. الله يحفظك. ملي عمرك 20 سنة. ها 20 سنة هيك ملي، وإن شاء الله العمر كله بخدمة الحسين. الله يحفظك في دوره لك. الله يحفظك يا حبيبي. اسمك الكريم؟ ملا مصطفى الطيب من مدينة الحلة. حياك الله. الله يسلمك. مصطفى الطيب حسين يا أبا عبد الله. حسين الله غريب. حسين يولا عش يسكتي القلوب قل عليك، يولا وبيك من الزغور عباس، يولا إيش يسكتي القلوب قل لي عليك، يولا 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 وبك من الزغر عباس، يولا 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 عن شدك هم ترد للخيم، يولا ترى من تروح تمشختك سبية، ترى من تروح تمشختك سبي. لخادم الحسين أحمد الطيب الحلي، صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. محمد أنت ابن أحمد الطيب. إيه استاذ حياتنا. الله يحفظك الوالدة. أنا من قلت مصطفى الطيب لوالدك يا حبيبي. الله يحفظك في دور أهلك. من لا مصطفى خذ راحتك في دور أهلك. هي بتسمع. هي أخذ راحتك. أنت جميل. عن نار الخيم زين قماط وبي سهم. الله. عن نار الخيم قماط وبي سهم، سولفت لي فاطمة، سولفت لي فاطمة، فاطمة وسوالفها العذبة شلون السولف. الله. عن نار الخيم قماط وبي سهم، عن نار الخيم قماطي وبي سهم، سالفت
قالت لي فاطمة سولفت لي فاطمة سولفت لي سولفت لي فاطمة سولفت لي فاطمة بدي أسمع منك عن نار الخيام قماطي وبسهام سولفت لي فاطمة سولفت لي والقمار مذبوح 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 ونابتي بعين السهام عالنهار مطروح 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 وهم زينب عالخيام والقمار مذبوح 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 ونابتي بعين السهام عالنهار مطروح 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 وهم زينب عالخيام عالشريعة بد جودة من زنودة من زنودة ننسبي بلاي وجودة من زنودة من زنودة عالشريعة بد جودة من زنودة من زنودة ننسبي بلاي وجودة من زنودة من زنودة طاحن كفي ودم تبكي العين طاحن طاحن شفين طاحن ودم تبكي العين طاحن بنياتي حسين طاحن بنيات حسين طاحن وما رفل علي والعسكر هجم وما رفل علي ملا مصطفى حبيبي الله يحفظك ما يحتاج بعد تكمل فدوى روح لك الله يحفظك ما يحتاج فدوى لأحاسيسك بارك الله الله يحفظك اسف على الإطالة طبعا بارك والله بس عافية عليك الله يسلمك جميل جميل فدوى روح جميل, جميل عافية عليك أحسنت 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 كثيرا يا ابن الأطايب أحسنت مصطفى بارك الله بك شكرا لك موفق إن شاء الله خليك يمي هنا ملا قحطان البديري تفضل ملاحظاتك نعم أستاذ. تحياتي للوالد اولا بدءا وتحياتي لعطاء مدينة الإمام الحسن تحياتي لكل خدمة الحسين ملا مصطفى أحاسيسك وترجمانك وأدبك وتقاسيم وجهك وتعابيرك وأنت تعي ما تقول أنت رادود على منابر إن شاء الله وستكون حاملا للراية
الله يسلمك. عند الدخول في بيت الأبوذية كنت مرتبكا جدا، ولذلك لم يكن هنالك استقرارا نغميا كافيا. صح. سؤال، القصيدة لحنها لك؟ القصيدة؟ اي اي لحني خادمك. مش وقت ملحلة؟ لحنت قرأتها بالكوفة بالفاطمية، هاي راحت زين. اي بالفاطمية. تمام تمام. بارك الله بك، كان استقرارك النغمي في القصيدة أكثر منه في الأبوذية. الله يحفظك. اي صح. أخذت راحتك أكثر، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. بس تراعي لي مواضيع الارتباك يا شباب، الارتباك من شأنه أن يحارب الوتر. صح. وأن يحارب النغم ولا يجعل. صح. منك مستقرا نغميا. الله يوفقك ويعلي شأنك. الله يحفظك من الشهادة والله. تسبيح. أحسنتم. سماحة الشيخ الطائي تفضلوا مولاي. ولا مصطفى، شنو هذا الجمال؟ تاج راسي شيخ. شنو هذا الإحساس؟ الله يحفظك شيخ. فدوة فدوة أروح لك. الله يسلمك. أنا قتلني بهدوءه. إيه إحساسه إحساسه درجة كاملة. أي والله. الله يحفظك. طبعا أنت تكتب؟ أني تكتب الشعر يعني ورثت هذه لا والله ما أكتب أني القصيدة. طبعا هو أحمد طيب الحلي الوالدي. أي والده والده الشعر. بس أنت ما عندك ممارسات ما تكتب شيء؟ أنا هم ما تكتب شوية أهجش. أنا أحسك شاعر وده تقرأ فدوة رحلة. طبعا تطفل على يعني لاحظت هذا. إيه لأنه عاش الكلمة وعاش التفاصيل. الله يسلمك شيخي. أوسع شيء. فدوة رحلة. الله يحفظك. موفق حبيبي. أنت رجل متكامل. طبعا إشارة سريعة، الغرض من هكذا مسابقات هو الإعداد والتربية. إيه صح. يعني مو فقط نريد نشوف القابليه. أكيد. الصوت طبعا. اكيد انا هواي يعجبني، هواي افرح من اشوف الرادود مؤدب مع الحسين. الله يحفظك شيخ. سلام الله عليه. تعلم منكم الله يسلمك. من تقبيل المنبر، هدوءه، سكينته، وقاره، هذا شيء مهم جدا. فدوة لك شيخ. الله يحفظك. احسنتم. غالينا الشيخ الاكرف فضل الله يحفظكم. انا لا اطيل، بارك الله فيك. الله ولا مصطفى، يهمني جدا انك انت لحنت هذا النص. هذا يكشف عن ذائقه عالية وإحساس وذكاء في التلحين ومهارة إنصافاً. أنت من يمتى تلحن؟ يعني أنا من زمان ألحن، بس يعني كانت ألحاني ما خاض على إيقاع ولا خاض على يعني الماء يناسب المنبر، بس يعني قبل 6 أشهر هيك بديت يعني أمشي بالطريق اللي تقدر تقول صح. ممتاز جداً، بارك الله بك، أثابك الله. أحسنتم. ميرزا واثق تفضل مولانا. انا ما استغرب ابدا، يعني الوالد خادم مخلص وطيب شاعر احمد الطيب، ان تكون ذريته بهذا الابداع. اكثر شيء عجبني حافظ القصيده، وهذا جزء مهم للرادود ان يراجعها عده مرات، خلي 20 30 مره حتى يقدر يسيطر. شكرا يا الله يحفظك استاذ مصطفى. اذا اللسان حال اللجنه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. موفق إن شاء الله. أحسنت. أحسنت ولا موفق إن شاء الله. لا هي طبعا اول شيء الحمد لله على كل شيء، وهي هاي المسابقه ما بها خساره. اي بالحالتين احنا فايزين بخدمه محمد وال محمد، واللجنه كفوه وقدام مخلصين. الله يحفظهم.